نظر عجبني في حاجه، مشى لك الشعر الاصلي، شاعر ومعه قصبه، يعني تناغم بين القصاب منصور ومع سي لزر، حاجه ما معناها. ما انا ساختار جمله: البركان الذي لم يثور. اللي يعطي فيه لزهر كل حد شيء. لزهر تحسه انسان مغمور، هو صديقي وتعادى معايا 3 مرات، هذه 3 مرة، وتقابلت معاه في برشا مهرجانات، تقابلت معاه حتى مع نجيب الذيبي الله يرحمه، تقابلت معاه في اطراح كبيره. عنده الهيله، يبدا يشعر وهو قاعد. لكن نحب نسالك الازهر، عندك حزن الداخل كي تبدا تعطي للقصيده، ما ثماش واحد ما يركزش معاك، ثم ساعات انت يعني من الاعماق. صحيح، احكي لنا على الشيء هذا. سي صاحبي، هو الشعر انواع، والشعر لما كانش حساسي مثل الناس ما يكون الشعر يوصل، كلام لازم يكون يمس الناس، خاطر في وضع الانسان تو برشا هي القلوب فاضت، والناس تحب المتغرب متغرب، والمتغرب في بلاده، واللي عايش في غربه، واللي عايش حزين فاقد الوالده والفاقد وقليل اللي يمسك في العرس. نايل الطريقه هذيك لقيتها ناجحه وحبتني بها الناس، عندي جمهور، ناس تحبك هاك، تحب تسمعك. انا عندي في الفكاهه، وعندي الانواع كله، وعندي في الجد، وعندي في الكبر، وفي الوطنيات، وعندي كل قصائد. لا انت موجود. حتى في الفكاهه تضرب موجود القصائد في الانواع واشكال، لكن انت نختار القصائد اللي تمس الناس. اللي احنا ثم برشا شباب ما يعرفش قصائد، انا حوايج يلزم يرجع لها الشباب. واضح. احنا توا الازهر في مكان اك، شفت ما شاء الله ما شاء الله، شفت الجميلات وملكات الجمال وعارضات الازياء ما شاء الله. بالله سلم على المدام تاعك من غادي، قولها دي المدام والوالده والصغيرات الكل، خاصه المدام، فانت خادمه بزوز عرايس، مهم برشا. اش نجموا نعطيه للجميلات اللي بحذاك هذوما هكا، وخاصه المحفل، وشفت زاد الشباب اللي لابسين اللباس التقليدي، وشفت جو كبير مع الفنانين. لا. يعني حضورك كان معانا من العشيه حتى لتوها، يعني واحنا حاضرين. لا تبارك الله، تقول اسمع يا سامع. لا خلينا نعطيك الميكرو، عاد نعطيك الميكرو، تفضل. قل اسمع يا سامع لقصيدي، شوف بنت بلادي العربية كيف لبست لبسة تقليدي، همة وهرة وفانتازية. اسمع يا سامع لانشادي، وتفرج منا وموغادي، وتفرج عن بنت بلادي من المضنة الواضح تونسية، هي فخرة ونصرة لجدادي، همة ولبسة تقليدية. اسمع يا سامع في الخوطة، وتفرج وهرة محطوطة، وتفرج من اللوطة من راس اللوطة، وصلي على الخير البارية. اسمع يا سامع لانشادي، شوف بنت بلادي العربية كيف لبست لبسة تقليدي، زغرات البسمة وشلبية. شكرا. يعطيك الصحة الأزهر، احنا على أبواب شهر رمضان، حتى الأزهر حسني مش يكون موجود معنا في شهر رمضان. خدمش حاجة على رمضان؟ ان شاء الله موجود، ان شاء الله موجود. نسمع قصيدة حاجة على شهر رمضان ان شاء الله، نسمع حاجة. نختم مع الازهر حسني قصيدة خاصة بشهر رمضان، ان شاء الله ربي يوصل بسالهم، ونكونوا من اهل الخير، وربي ينصر تونس، وربي يحفظ تونس، وربي ينصر اهالينا في غزة. شكرا. يا مرحبا، رمضان شهر التوبة، شهر العبادة والمايدة المنصوبة. يا مرحبا كيف جانا نتفكروه، ما ينسانا شهر الرحمة والحن والحضانة، وتفرح به سلام والعروبة، وبالصبر والإيمان ربي عطانا الخمسة قواعد بنظمة مرتوبة. لازم نتموا صيامة، لازم نتموا صيامة، نعدوه ونعدوا عدد أيامه بالصبر والتسبيح، تعلم قامة واملاك تنزل فرعة بشبوبة، ويتباشروا تجار والخدامة، وعمرة جيوب الفارغة مسلوبة، عمرة جيوب اللمة، عمرة جيوب اللمة، وتفراج بإذن الله تجلى الغمة، واللي طاع الله فعلى قمة، والعسيم له صفحته مقلوبة،
وثم رسول مبعوث صاحب همة قال اللي سامي صح طبرك روبة. صلوا عليه محمد صلوا عليه محمد هو اللي انشر الدين بث ولمد، واللي حرم فيه كان متعمد أملاك هزت حسبته محسوبة. أما جنة في خيرها متغمد والله نار شعلة مرعوبة، نار شعلة الزافر هي الدار الدايمة للكافر. الله وصل كان عبد مسافر ولا مريض بعلته وكروبة، لعليهم حرج ربي كريم وغافر يخفف على عبد الرزين ذنوبة. اعبد وليس تخلي اعبد وليس تخلي أسهر قيم الليل ابكي وصلي ونحن نغيبه وشهر صيام يولي ولا دايما هنشير لسبوبة وليلة قدر في شهر الصيام الطلي واملاك تنزل ساجدة مكبوبة. فيك نزل كتابة فيك نزل كتابة ليلة قدر من ربنا مهابة، وفيك نزل الوحي شرع بابة ودى الرسالة واضحة مكتوبة. وصلوا على الرسول اللي انطق جوابة محمد بالهاشمي لسيفته محبوبة. يا نفس توبي لله يا نفس توبي لله وصبري عظيم عدي العلة ولا تغلطي لا تعمليش الزلة وتفكري أري حسبتك محسوبة. والأزهر ارتب القول في محلة شاعر كتب من فكرته وسلوبة. يا مرحبا رمضان شهر التوبة شهر العبادة والمايدة المنصوبة. يعطيك الصحة الأزهر، كلمة الختام الأزهر كثر خير. إن شاء الله رمضان مبروك على الأمة الإسلامية جمعاء. الكاميرا مخبلتك الأزهر في ختام هذا اللقاء الرائع، إن شاء الله يجدد معاك في شهر رمضان. كثر خيرك سي صاحبي، ونهدي سلامي لأهالي بومرداس وقناة الجنوبية والإيثار كامل والبنيات والعرض الأزياء وسي خليفة والناس وكل الحاضرين مبروك. وكل من وفق في وليك انت اللي نجحت رحله نجح وقاعد تحيي في التراث. ربي يفضلك. نادي اسلامي بالله الاستاذ علي شوشان الشاعر الكبير اللي علمني الشعر ومبلغ له الفسلام، وان شاء الله نتلاقوا. تحيه للشاعر الكبير علي شوشان، تحيه لاهالينا في سيدي بوزيد. الشاعر واللي علمني وشجعني نادي اسلامي لاولاد البلاد اولاد احسن والعائلات الكل واصحابي في كل بنيانة في حزق في البر كامل. الناس كل صحيبات الشمال والجنوب نادي اسلام للناس الكل، وخويا منصور وجميع خويا كمال وخويا فتحي بالليل في ايطاليا بالليل للفسلام والناس الكل وخويا المبروك والناس الكل نادي لكم اسلام والجيران والاحباب، وان شاء الله ديما حين بخير وربي يبارك فيك. عايش.